اهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن مجموعه الاهلي في دوري ابطال افريقيا المجموعه الاولى، الاهلي وصن داونز والهلال والمريخ. طيب النهارده بيتسو موسيماني كان بيسحب القرعه، ومش عارف ليه الناس كده عماله تتكلم على سحب بيتسو موسيماني للقرعه. الاتحاد الافريقي يا جماعه اعلن من 48 ساعه ان بيتسو موسيماني سفير للانديه الافريقيه، وهيكون النهارده يعني ضيف شرف في سحب القرعه وسحب الكونفدراليه ودور الابطال. عموما انا يعني مش شايف اعتراضات من بره مصر، لكن مش عارف ليه شايف في اعتراضات من داخل مصر، غير ان مجموعه الزمالك هي المجموعه الاسهل. لكن ما علينا، اروح للزميل العزيز هيثم محمد علي الاعلامي السوداني عشان نعرف منه اخبار المريخ والهلال وازاي بيستعدوا لمواجهه الاهلي وكل التفاصيل الخاصه باستعداد الانديه السودانيه لمباريات الاهلي في دوري ابطال افريقيا كمان مع صن داونز خلال الفتره اللي جايه. هيثم مساء الخير عليك ومنورني على شاشه قناه الاهلي. يعني نور كابتن محمد سعيد، ومرحبا بيك ومرحب بكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان، وعبر رجل حي فريق الاهلي نادي الطرح بتتويجه بكاس السوبر الافريقي وكاس افريقيا بطل كالعاده. الله يبارك فيك. حقيقه يعني هي مجموعه صعبه يقوم بها الكره السودانيه لما تدخل الهلال، يعني امتداد لما تعاني باسم الكره السودانيه في الفتره الاخيره، يمكن كانت صدمه حقيقيه لجماهير باقي الناديين بوقوع في هذه المجموعه التي على راسها الاهلي المطربه الافريقي ووصيفه ايضا صن داونز الجنوب افريقي، وهي من اقوى المجموعات وايضا قصد كثيرا على القمه في ظل الظروف والمرحله التي تمر بها الكره السودانيه بعد تزيده لمجموعه في توصيات كاس العالم الاخيره، وبعد ايضا تزيده لمجموعه في توصيات كاس العرب في العاصمه القطريه، خصوصا ان اغلب لاعبي المنتخب من نادي المريخ والهلال. طيب هيثم، عندي سؤال ليك متعلق بمدى جاهزيه ملعب الهلال وملعب المريخ لمباريات دور المجموعات. كلنا عارفين ان في الدور التمهيدي جم لعبوا في السويس هنا في مصر، وطبعا لعبوا المباريات بدون جمهور، فلسه في امل عند مسؤولي الهلال والمريخ ان هم يعني يحاولوا يجهزوا الملاعب على شهر يناير اللي جاي. وكلنا عارفين ان خلال الفتره الاخيره كان طلع قرار خلاص الملعب اللي مش جاهز مش هيلعب على ارضه، والفريق هيضطر يلعب خارج ارضه، لكن في طلب استثناء او في لجنه تفتيش هتزور السودان عشان تطمن على جاهزيه الملاعب. الجديد في هذا الشان والاخبار اللي بالتاكيد من خلالك هنعرفها لكل الساده المشاهدين، ايه اللي ممكن يحصل خلال الايام القليله القادمه؟ بالتاكيد مصر يعني زي ما سبق قلت لك ان الكره السودانيه تعاني بمخاضعه كبيره، تعاني الان اتحاد الكره السوداني بدون رئيس، نادي المريخ ايضا هناك رئيسين، قضيه امام محكمه التحكيم الرياضيه كاس، نادي الهلال تم التنبيه من الطبي، حتى الان كل الامور هناك ضبابيه، كما تعلم ويعلم الجميع حتى المنتخب السوداني لعب جميع مبارياته في المملكه المغربيه، يعني ما ممكن انت تكون في السودان تبقى تلعب في المغرب. ملعب المريخ خارج نطاق الخدمه نهائيا، يعني ما في اي امل، هو مطلق برضه في صراع كان بين مجلسين متناحرين حتى الان. ملعب الهلال في لجنه حتجي يوم 7 يناير اللي كانت ابعد ملعب الهلال وطلبت بعض الاشياء، والهلال كون لجنه عليا لمعالجه هذه القصور ومعالجه هذه الملاحظات من جهه الكاس، ولكن يعني النسبة هذه شوية ان شاء الله عسى ولعل انه يتم اختيار اللجنة تتوفى في المقبل، اذا لم يكمل اللجنة النواقص سيكون على مريخ الهلال ان يلعبوا مباريات خارج ارضهم، وبالتاكيد مصر ستكون هي الاختيار الاول لنادي مريخ الهلال باعتبار المرحلة الماضية. طيب هيثم، هل ممكن، انا عارف ان الانتقال للمغرب الفتره اللي جايه زي ما حصل مع المنتخب السوداني هيبقى صعب بسبب جائحه الكورونا وغلق الطيران، ممكن يجي يلعبوا في مصر ولا هيكون الاتجاه للعب في احدى الدول الافريقيه؟ والله بكل تاكيد نتحدث عن افريقيا، افريقيا يعني افريقيا هناك صراعات، هناك اجواء سياسيه مؤثره، الصراع بين التجري وبين هي المتبعة. اي اوغندا ليست لديها من التحديث، حتى افريقيا جميع الانديه الاساسيه تلعب خارج ملاعبها، يبقى الخيار الاول هو مصر، يعني حتى ليبيا ملاعبها عادت بالخدمه بعد 10 سنين، تونس خيار متسبعة، الجزائر خيار متسبعة، حتى المغرب عام باغلاق عام حتى نهايه يناير، ممكن يكون هناك تمديد، يعني سيكون مصر هي الخيار الاول والخيار الاقرب، رغم انه حتى الان لم يصدر اي تعليق رسمي او اي رسمي من ممثلي المريخ والهلال في القرعه، وتوجيه معقول في مصر الكابتن عادل ابو دريس القطاع الرياضي المريخ والكابتن الفاضل الثوم ممثل نادي الهلال، كنا نتمنى انه يوجهوا يعني يوضح الرؤيه لناديه يعني استقبلت هذه القرعه، يعني بشيء من الحذر بشيء من التوجس، حتى الان المريخ موجود
موجود معاكم في مصر، في معسكر في اكتوبر مظبوط يومين ايضا من مصر. حتى الان الدوري بطوله الدوري في كاس افريقيا كان المفروض ان تنطلق في يناير، ولكن مشاركه وتواجد المنتخب السوداني في محتاجات موسيقى بالتمر ارجح اعلان بطوله الدوري الممتاز حتى تصبح الرؤيه حتى يخوض المنتخب مباراه الدور الاول ثم يتم بعد ذلك الاعلان، حتى اذا خرج المنتخب من الدور الاول وهذا الشيء المتوقع في ظل المعطيات الموجوده والاجواء المحيطه بالكره اكيد سينطلق الدوري نهايه يناير، يعني ممكن المريخ والهلال يبدوا مبارياته في المباراه قبل حتى الانطلاقه المحليه. تمام. الزميل الصحفي هيثم محمد علي الصحفي بجريده جون السودانيه بشكرك شكرا جزيلا، وكان كلام مهم جدا بخصوص الهلال والمريخ واستعدادهم لمباريات الاهلي وسان داونز في دوري ابطال افريقيا. موسيماني بالمناسبه قال مجموعه الاهلي لن تكون سهله وهدفنا الفوز بكل البطولات، اكد كمان ان المجموعه صعوبتها ان بتضم سان داونز ومنافس تقليدي للاهلي خلال الفتره الاخيره، دربيات موجود الهلال والمريخ مع الاهلي في هذه المجموعه، منافسه قويه ومواجهات صعبه لكل الفرق الطامحه للتاهل خلال الدور المقبل. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.